فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في المنطقة التي أنا فيها هناك مقابر مرتفعة، أو هناك قبور مرتفعة، فهل أسويها أنا ومجموعة من الشباب، علما بأن الناس لا يعتقدون فيها شيئا أبدا والحمد لله، وأنا إمام في تلك المنطقة؟ لا يا أخي، هذا لابد من السلطة اللي تسوي القبور، تزيل الارتفاع، تهدم الأضرحة، هي السلطة. أما بدون سلطة لا، يحدث شر فساد. نعم.